اشتقت لك كتير. آلامهم العميقة جمعتهم. فهميني شو ما كانت المشكلة بساعدك ومنحلها. ما فيك تحلها. ليكون كل منهما مضمدا لجراح الآخر. تركتني وتركت بنتي وراحي. بحجة عم يعالج حاله معه. الإنسان بيفيد الإنسان. حطوا هالشي ببالكم. ليرسم القدر خطى جديدة في حياتهم. القدر عم يجمعكم مع بعض يا أهل. فلا تسرع الهروب. ابنة السفير الجزء الثاني من السبت إلى الخميس 10:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.